صباح الخير اختي، من كنت انت جديده باقا ما كملتش، باقي بزاف ديال الحوايج. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، احداث جديده في القناه. اليوم غنقولوا بسم الله. المهم يبان لكم دابا الديكور بدا كيبان، باقي الصراحه كلشي صرا، بقى غير قصر جم وبقاو لي بلاكار اللي غيداروا كاين فوق، وبقاو لي بلاكار بقاو لي جوره اللي غيداروا، لي تيغوار اللي غيداروا هنايا تحت البلاك تيبان لكم هنايا، وبقاو لي تيغوار اللي غيداروا لهاد الجهه، واحد التيغوار اللي غيدار لهاد الجهه حتى هي. المهم باقي بزاف د الحوايج. الالومنيوم بصفه عامه باقي ما دار فيه حتى شي حاجه، حيت نورمالمون انا البوطاجي ماشي بنيت، صايبت بالالومنيوم لتحت هنايا دارت الخامه صافي، وباقي الشيء الاخر مازال ما كملش. انا جاب لي عادي البارح ما عرفتش شحال، جاب وش 4 كيلو ما عرفتش شحال من كيلو ديال لادانت، حيت هما شطه كنت شي 5 كيلو عادي ولا 4 كيلو ديال لادانت. خصني نقطعها على الشكل اللي غنبغيها ونشرم لها، ندير لها الشرموله ديالها باش غادي نديرها في بلاستيكات غذائيه، باش في رمضان هكا تجي ساهله عليا، يعني غير الجبد كتكون مشرمله مقاطه. وحدين غنصايبهم شرائح رقاق، كنبغيهم هكا بعض المرات مشحرين، وحدين غادي نصايبهم قطع صغيره بزاف، حنا كنبان بحال المرايه، قطع صغيره بزاف على حسب هكا، الا بغيت نعمر بهم بسطلات صغار غيوات اي حاجه غنحتاجهم فيها، غيكونوا ديجا واجدين ومشرمين، باش كنزيد غير شويه ديال البهارات ولا شي حاجه اخرى دايره على حسب، واش بسطلات واش بغيتهم مقيله واش على حسب شنو بغيت نزيد صافي. المهم ما عندي باقي كلشي موضر، حيت باقي ما مرتبه حتى حاجه. ندير لكم واحد الاطلاله اختي، واحد الاطلاله. المهم بحال هكا جات الكوزينه هنايا، غادي يجي الفران والميكرووند، باقي ما تقادش الالومنيوم. هنا جاتني السيش لانش و لا ماشين لافي، هنايا تحت البلاك غندير لي تيغوار، و هنايا جات لافيسيل، هنا حدا لافيسيل غادي تجي واحد التيغوار لي غيدار فيه المونا أولا القطنيات و ديكشي، تحت الفاسك أولا تحت ليفي غيجيني حاجة كنا قبال كيما عندي البوطا، إيوا هادشي لي كاين. هنا جات التلاجة بحال هكا و خلاص، هاد الحيط نصاصي، شوفو الكسيلوفون ديال زيبا، هاد سمعو غادي تجي كتجري صافي. هنايا خلاص غيتخوى هادشي كولو، دابا هنايا خصني ندير واحد التريات باقي ما تركبوش، وهنايا خلاص الدخله ديال الباب في الكوزينه. درت هاد الزويقه هادي ديال الكبس تاع بحال هكا، راه باقي الماتريال ديال المعلميات ما كيبان لكم، باقي تميروين هنا كنت كنقاد قبيله القطنيه داكشي، ها هي في النهايه كنقاد تقضيه صافي. هادشي اللي كاين، مازال ما دارش الالومنيوم، مازال ما تصفى السلعه، مازال ما تصفوا المواعن، مازال ما والو. جات عندي لا فام ديال صافي لقينا الدنيا، ولكن ملي جا القباط البارح بحال ما جاتش لا فام، بحال ما جاتش السيده اللي عاونتني مسكينه، بحال ما درنا انا وياها والو، بحال ما درنا حتى حاجه، ترون كلشي وقلنا يما يا شباب انا وعادل، ونضنا عرينا على دراعنا، صدقنا البارح انا وعادل كرمناها ديال بصح، ولكن واخا هكاك باقا تجي السيده باش تعاود، حيت البارح ما قدرناش كنعفسو على القبس كيدخل لينا للبيوت، والبيوت عندي فيهم جرف العكس، الدنيا كلها توسخات البارح والدرونات، مي ماشي مشكل الحمد لله صافي سالينا. انا كنت الفكره ديال القبس السقف ما بغيتهاش، ما غنديرش القبس السقف للدار كلها، درت غير بالنسبه للدوش. غنوريكم واحد التوب في الدوش حتى هو، ندير لكم واحد الدويره خفيفه في الدوش قبل ما نبدا نصوب هاد لادانت، هذا نجيب لكم معايا نوريكم الدوش. بالنسبة للدوش اختاريت بالنسبة للدلي ديال الأرض هذا حجيرات بحال هكا، طواليت سبونجي بحال لي شفتو، ها هو الميكانيزم ديالنا. صافي هادشي مديوش عليه بيان سيغ غيتهيد، تما كاينة واحد لادوشيت هي في النواح حتى هي صافي. هنايا غيدارو طاجيرات لي غيدار فيهم هادشي لي محطوط في الأرض. بالنسبة للرشاشة و داكشي غتبدل هاديك الميلونجور ديالها، حيت باقي لي نوكس كيبان ليكم هنايا، ها هو هذا غيتبدل هاد الميلونجور صافي. هنا درت واحد السيبورات لي هزي ليا الكرارات و الشطاطب و الجفاجف خلاها كبر. بالنسبة للفوق صايبت الكبس بحال هكا، باقيين يدارو فيه لي سبوت، غيدارو كتخ سبوت من غير هادي لي هاد البولة لي كاينة و صافي. هادشي لي كاين، باقا المرايا، باقي الفاسك، باقي المبل ديال الفاسك، باقي أكوكو، باقي مسالات الروينة.
ندوزو دابا نقادو هاد نقطع بعدا هاد العدد وندوز معكم نشوف واش الصرمولة اللي كندير لي انا وكنديرو فريكو باش ملي كنحتاجو كيكون ديجا ناضي. شوفو اختكم كيفاش فقت. Vas-y, j'ai jibé les pantoufles. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Xylophone. C'est moi xylophone. Ah, ah, xylophone, dit le 20. Ok, alors, c'est le 20e mois, le xylophone. J'ai été désolée. Merci. Doucement. Bravo. Doucement. تقريبا كيلو ونص الاولانية درتها في هاد البولة. هذا البولة راه كبير. غادي ندير لها دابا العطرية اللي غنستعمل فيها اللي غتبقى فيها زعما. غادي نغسل يدي البولة ونغسل القرعة د العطرية حتى هي. وخا هاد القرعة راه ماشي هما اللي غيبقاو عندي في الكوزينة حيت دومونديت واحد اخرين مازال موصلونيش. غندير واحد شوية ديال الفلفله الحمراء حلوه ولا تحمر غير شويه حيت ما كتستعملش هي في الدجاج ولا دم. غير انا كنبغي داك اللون وصافي. غندير هنايا قريفه غير حيت غيدالو في الفريكو باش يكونوا منسمين بطريقه زوينه ويبقاو مذاقهم زوين. بيان سور غندير سكنجبير كيتواتا مع المذاق ديال الدجاج ولا دم. اللحوم البيضاء بصفة عامة سكنجبير ضروري. خرقوم بلدي قزبور مطحون حبوب وندير شوية البزار وحبوبة الجماهير ملحة. ما تشوفونيش كنخوي بهالطريقه. انا راه هكا باش كنعرف قياسي. ما كنعرفش قياسي بديك كنبقى نهز بالمعلقه وداكشي ما كنعرفش. صافي دابا غادي نزيد واحد البهارات خاصه بالدجاج هما اللي غادي نزيد. نزيد هنايا بهارات خاصه بالدجاج وعاد نخلط البهارات ديال الدجاج. غادي نزيد هاد الثوم سميده ماشي بودر وماشي الثوم فريش باش ما تكونش داك باش يجي مذاق زوين وفي نفس الوقت ما يكونش هذيك الريحه مجهده.
راكم عارفين رمضان ما يمكنش ديك الريحه مزهده في الماكله. صافي من بعد غادي نخلط دابايا كل مزيان. الفكره قبل ما تخلطوا ديروا واحد شويه د عصير الحمبر، ما عنديش حامض فريش سالية اللي كان عندي غسلت به البارح واحد 6 ديال الدجاجات وغسلت به لاتانت اوغ ما شاركتش معكم حيت ماشي شي حاجه اللي مهمه خاصني نشارك معكم. صافي غير نزيد عصير ديال تقريبا نص حامضه، انا عندي غير هذا قلت لكم ما عنديش فريش. صافي ونخلط مزيان ونديرو في الميكات. باش جبت عندي هاد الميكات هادو اللي كيكونوا هكا كيتسدو، غادي ندير القياس اللي غنستعمل في كل مره على حسب شنو غندير بيه. وديك الساعه راه الا بان لي القياس قليل راه نقدر نجيب جوج ميكات، يعني بلا ما نحاول نعمر مثلا وحده. غنسد و غنبسط الميكا هذا اللي بقى غادي ندير نص غنديرو بغوشيت و النص الاخر غنديرو ستيك. تلات الله انا بقيت حبيبي رسول الله. يلا قولي الله الله حبيبي رسول الله. الله حبيبي رسول الله. يلا لا